ولاد البلد لما بيغلطوا بيعتذروا، ليه رفضت الاعتذار لكابتن وليد سليمان؟ لا خالص، انا اعتذرت لكابتن وليد سليمان كتير قوي. رفضت تعتذر؟ لا لا خالص والله. لما قال لك كابتن محمد فضل روح اعتذر له رفضت؟ في وقتها، في وقتها ما كانش ينفع، يعني في وقتها ما كانش ينفع ان انا عملت حركه زي دي. ليه ما كانش ينفع؟ انت كنت غلطان. اكيد اكيد انا غلطت، اهو انا غلطت وطلعت قلت كذا مره ان انا غلطان في حق كابتن وليد سليمان. طبعا نجم كبير. وقتها انا بتكلم عن وقتها. ايوه ماشي، ما وقتها انا وقتها فعلا وقتها رفضت تعتذر، ما كنتش عايز. ما وقتها ما كانش هينفع ان انا اروح اعتذر، لان كان ساعتها حتى لما شفته على الارض بيعيط. لا خالص، الكابتن وليد يعني انا مهما اتكلم عليه طبعا مش هعرف اديله حقه. لعيب كبير طبعا وشرف لاي حد. وانا لما غلطت انا وقتها ما كانش ينفع ان انا اروح اعتذر، بس انا بعديها عرفت ان انا غلطت وما كانش ينفع ان انا اعمل كده. طبعا كلمت الكابتن وليد سليمان واعتذرت له، واعتذرت له كتير قوي. ويوم ماتش قمه مع النادي الاهلي انا رحت وبصت دماغ الكابتن وليد، لان انا غلطت في حق كابتن وليد وما كانش ينفع ان انا اللي عملته ده ما كانش ينفع خالص. ايه اللي غير وجهه نظرك وخلاك تقتنع ان انت غلطت وان انت المفروض تعتذر؟ ان انت رحت النادي الاهلي ولا في حاجه تانية في تفكيرك اتغيرت؟ لا خالص، انا زي ما قلت لك انا بحب النظام، بحب الاساسيات اللي بتبقى موجوده. وشرف لاي لعيب في مصر يجي له النادي الاهلي ويرفض، يعني أنا شخصيا لو جالي نادي الأهلي هروح. بالظبط. لا بجد، إيه اللي غير وجهة نظرك؟ يعني إيه اللي غير رأيك؟ إيه اللي غير نظرتك للموضوع؟ هقول اللي اتغير، إن أنا لما قعدت مع نفسي وشفت المنظر مرة واتنين وتلاتة عرفت إن أنا غلطت وما كانش ينفع أعمل حاجة زي كده خالص في أي لعيب، مش شرط الكابتن وليد سليمان. وعرفت إن أنا غلطان، فبالطبع عدى يومين تلاتة كلمت الكابتن وليد واتأسفت له. شفته في ماتش القمه، رحت بصت دماغه، والكابتن وليد كان معانا اصلا من يعني من قبل ما اتصاب، كان معانا وبنتكلم مع بعض ومفيش اي حاجه.